بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد. نعم. ثم قول شارح: ولما استدل القائلون بحدوث التكوين بأنه لا يتصور بدون المكون كالربيب بدون المضروب، فلو كان قديما لزم قدم المكونات وهو محال، أشار إلى الجواب بقوله: لما استدل القائلون بحدوث التكوين. من هؤلاء القائلون؟ المحققون. نعم، يعني الأشاعرة. ذكر الكستلي رحمه الله بيانا لهذا قوله: ولما استدل القائل بحدوث التكوين أي بكونه من الأمور الإضافية المتجددة لا من الصفات الحقيقية القديمة، ولهذا جعل هذا الوجه في المقاصد معارضة لنفي التكوين. يعني في كتاب المقاصد جعل هذا الوجه معارضة لنفي التكوين. فإذا حدوث التكوين معناه هذا كونه من الأمور الإضافية المتجددة الحادثة، يعني من التعلقات الحادثة. من جعل التكوين هكذا؟ الأشاعرة. فإذا بأنه لا يتصور بدون المكون، التكوين لا يتصور بدون المكون كالضرب بدون المضروب. لو وقع الضرب في الخارج يجب المضروب، كذلك لو كان التكوين موجودا في الخارج يجب المكون. فإذا لو كان التكوين يعني صفة قديمة يجب كون المكون أيضا قديما، لو كان الضرب قديما يجب أن يكون المضروب قديما. نعم، في أي وقت يوجد الضرب فلا بد أن يوجد المضروب في ذلك الوقت. فلو كان قديما، التكوين لو كان قديما لزم قدم المكونات. هذا دليل الأشاعرة ردا على الماتريدية في جعلهم التكوين صفة حقيقية. نعم، هذه ليست صفة حقيقية بل إضافة، وهو محال. ثم أشار إلى الجواب بقوله: وهو التكوين، تكوينه تعالى للعالم ولكل جزء من أجزائه. لماذا صرح بقوله لكل جزء من أجزائه؟ إذا كما سبق يعني في قول المصنف: العالم بجميع أجزائه محدث. يعني وهناك بعض الفلاسفة يقولون بقدم بعض العالم من هيولى وصورة كذا كذا كذا، سبقا ذكرنا أثناء البحث. نعم، لردا عليهم وتعريضا بمذهبهم قال: ولكل جزء من أجزائه لا في الأزل. تكوينه للعالم ليس في الأزل بل لوقت وجوده على حسب علمه وإرادته. يعني نفس هذه لله ذكرنا جميعا الأشاعرة والماتريدية يعني في جواب سؤال للمعتزلة، هم أيضا قالوا هكذا. يعني عندما أثبتنا الصفات هم قالوا نفسا لله، يعني لو كان السمع قديما صفة حقيقية قديمة، كذلك لو كان العلم صفة حقيقية قديمة يجب أن يكون المعلوم قديما والمسموع قديما، كذلك المبصر قديما. لكن هذه ليست بقدما، المعلوم والمسموع والمبصر ليس قديما، لأجل ذلك هم نفوا الصفات. كذلك ذكرنا ضد يعني الماتريدية، فإذا هم أجابوا بنفس الجواب. نعم، وهذا أيضا مبناه أيضا أن التكوين صفة حقيقية، أن صفة
أن التكوين صفة حقيقية، لو كان صفة حقيقية يلزم هذا ويمكن أن يجاب بهذا، فإذا لو كانت إضافية فلا مشكلة. نعم، كما ذكرنا في تعلق القدرة وتعلق السمع وتعلق البصر، هكذا تعلقات حادثة ذكرنا، ثم في القدرة ذكرنا تعلقين، تعلق قديم وتعلق حادث. نعم. لا في الأزل بل لوقت وجوده على حسب علمه وإرادته، فالتكوين باق نزلا وأبدا، والمكون حادث بحدوث التعلق كما في العلم والقدرة وغيرهما من الصفات القديمة التي لا يلزم من قدمها قدم تعلقاتها. هم قالوا أن التكوين نظير العلم والقدرة والسمع والبصر، فتعلقاتها كلها حادثة، كذلك التكوين صفة قديمة تتعلق بالمكون بينهما تعلق، هذا التعلق ليس تكوينا. أما الأشاعرة فقالوا هذا التعلق يعني بين القدرة والمحدث والموجود والمخلوق، هذا التعلق هو التكوين. لا يلزم من قدمها قدم تعلقاتها لكون تعلقاتها حادثة، وهذا تحقيق ما يقال إن وجود العالم عالم إن لم يتعلق بذات الله تعالى أو صفة من صفاته لزم تعطيل الصانع. وهذا تحقيق ما يقال، هذا تحقيق ما يقال في ما يقال في أي شيء، يعني في إثبات صفة التكوين والجواب عن استدلال الأشاعرة بهذه العلة. ما يقال إن وجود العالم إن لم يتعلق بذات الله تعالى أو صفة من صفاته، إما يتعلق بذاته كما قالت المعتزلة، يعني هذا باطل، أو يتعلق بصفة من صفاته كما يقول أهل السنة جميعا، لكن يتعلق بأي صفة هذا هو الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية. لزم تعطيل الصانع، يكون الصانع معطلا لا عمل له ولا فعل ولا خلق ولا أثر له، هكذا. ثم واستغناء تحقق الحوادث، كذلك يلزم استغناء تحقق الحوادث يعني الموجد وهو محال. ثم وإن تعلق فإما أن يستلزم ذلك قدم ما يتعلق وجوده به، هكذا لو تعلق بذات الله تعالى أو بصفاته على بأي شيء تعلق، فإذا يلزم قدم ما يتعلق وجوده، يتعلق وجوده بأي شيء بذاته تعالى أو بصفاته، يعني هذا الموجود الحادث أيضا قديم، فيلزم قدم العالم، يعني هنا ما هو الحادث؟ العالم تعلق به، تعلق وجود العالم بذاته تعالى وصفته على فرضين. نعم، وهو باطل، يعني قدم العالم باطل. نعم، ثم أولى يعني لا يلزم قدمه، لا يلزم قدمه ما يتعلق وجوده به، فيكون فليكن التكوين أيضا قديما. فإذا هذا المتعلق به ليس قديما، لا يلزم القدم، فليكن التكوين عيلا قديما مع حدوث المكون، يعني هذه الصفة صارت قديما مع حدوث المكون المتعلق به الذي تعلق به التكوين، هذا مكون حادث، التكوين قديم،
عيلا معناه كما كان ذاته تعالى قديما، ذاته تعالى قديم، كذلك التكوين صفة قديم، مع ذلك مكون حادث. فما يقال من أن القول بتعلق وجود المكون بالتكوين قول بحدوثه. وما يقال أين قيل، أين يقال يعني في الجواب عن استدلال القائلين بحدوث التكوين، في الجواب عن استدلال مذهب الأشاعرة، هذا ما يقال من أن القول بتعلق وجود المكون بالتكوين قول بحدوثه. وجود المكون يتعلق بالتكوين، هذا قول بحدوثه، يعني بحدوث التكوين. إذ القديم ما لا يتعلق وجوده بالغير، القديم لا يتعلق وجوده بالغير. فإذا لو تعلق القديم بالمكون فهو فالتكوين أيضا حادث، هكذا يقال. ما يقال في الجواب عن استدلال القائلين بحدوث التكوين بأن قدمه يستلزم قدم المكون، هذا استدلال القائلين بحدوث التكوين، يعني حدوث إضافية وهي حادثة، لا تكوين إضافة وهي حادثة، هكذا قال. وهم يستدل بأي شيء؟ بأنه يستلزم قدم التكوين من قدم المكون، لا يستلزم قدم المكون من قدم التكوين، يعني لو كان التكوين قديما ينبغي أن يكون المكون أيضا قديما، هكذا استدل. ويقال في جوابه القول بتعلق وجود المكون بالتكوين قول بحدوثه، إذ القديم ما لا يتعلق وجوده بالغير، والحادث ما يتعلق وجوده به، ما يتعلق وجوده به يعني بالغير، هكذا قيل. فإذن لو تعلق القديم التكوين بالمكون مكون حادث، ينبغي أن يكون التكوين أيضا حادثا، لا كما يقول يعني الماتريدية بقدم التكوين وحدوث المكون الذي قرأت في شرح هذا القول. وما يقال أي في الجواب عن استدلال القائلين بحدوث التكوين بأن قدمه يستلزم قدم المكون، لكن هذا ذكره الكستلي، أنا قرأت من حاشيتي، لكن فيه خلاف خفاون. لكن الظاهر وما يقال في الجواب أن أي شيء عن قول الماتريدية أخيرا عن مذهبهم أن التكوين قديم أول مكون حادث في بطاله قيل، وقيل إيرادا عليه اعتراضا عليه، ماذا قيل؟ القديم يعني لا يتعلق بغيره، الحادث ما يتعلق بغيره. فإذا لو تعلق التكوين بالمكون الحادث ينبغي أن يكون التكوين أيضا حادثا، هكذا يقال. لكن هذا فيه نظر، ففيه نظر. لماذا؟ لأن هذا معنى القديم والحادث بالذات على ما يقول به الفلاسفة، يعني هذا معنى القديم والحادث عند الفلاسفة، عندهم يعني قديم قديمان، قديم بالذات قديم بالزمان، حادث بالذات حادث بالزمان، هذا قديم بالذات والحادث بالذات عند الفلاسفة، لا يعترف به أهل السنة يعني الماتريدية والأشاعرة، لذلك هذا لا يقال ردا على الماتريدية في مذهبهم من قدم التكوين وحدوث المكون.
كما لا يقال هذا الدليل في قدم القدرة وحدوث المقدورات في قدم السمع وفي حدوث المسموعات، هناك لا يقال كذلك، هنا أيضا لا يقال فيه نظر. أما عند المتكلمين فالحادث ما يكون لوجوده بداية، أي يكون مسبوقا بالعدم، والقديم بخلافه، يعني ما لا يكون مسبوقا بالعدم ما لا يكون لوجوده بداية، ومجرد تعلق وجوده بالغير لا يستلزم الحدوث بهذا المعنى. يعني مجرد تعلق وجوده بالغير لا يستلزم الحدوث بهذا المعنى، ممكن يتعلق وجوده بالغير، مع ذلك لا يكون لوجوده بداية، لا يكون مسبوقا بالعدم، ليس بينهما تناف، لذلك يمكن لجواز أن يكون محتاجا إلى الغير صادرا عنه دائما بدوامه، كما ذهب إليه الفلاسفة فيما ادعوا قدمه من الممكنات كالهيولى مثلا. يعني هكذا عندهم أيضا قديم هيولى، ماذا يقول عن الهيولى والصورة؟ هي ممكنات في الحقيقة، هم ادعوا قدمه، قدم الهيولى والصورة من الممكنات، يعني هي حقيقة عند أهل السنة هذه من الممكنات، لكن هم ادعوا قدمه، هم يقولون أنه يعني صادر عن الآخر، مع ذلك يدعو قدمه. كذلك يمكن أن يقال المكون يتعلق به التكوين، مع ذلك التكوين قديم، ليس معناه أن التكوين صادر من آخر، ثم كما ذهب إليه الفلاسفة فيما ادعوا قدمه من الممكنات كالهيولى مثلا. نعم، إذا أثبتنا صدور العالم يعني الصانع بالاختيار دون الإيجاب بدليل لا يتوقف على حدوث العالم، كان القول بتعلق وجوده بتكوين الله تعالى قولا بحدوثه. ثم استدراك، إذا أثبتنا صدور العالم عن الصانع كيف صدر بالاختيار، هذا مذهب يعني المسلمين أهل السنة، صدر العالم من الصانع باختياره دون الإيجاب، هذا الإيجاب يقول به الفلاسفة، هم يقولون أن العالم صدر كيف صدر بالإيجاب. لو أثبتنا هذا بدليل لا يتوقف هذا الدليل على حدوث العالم، كان القول لا يتوقف هذا الدليل على حدوث العالم، لو توقف عليه يكون هناك يعني دور، لذلك لو أثبتنا بدليل كان القول بتعلق وجوده، بتعلق وجود العالم بتكوين الله تعالى قولا بحدوثه، يعني قولا بحدوث تكوين الله تعالى. نعم. يشعر بأنه يتم منع استلزام قدم التكوين قدم المكون لو بين صدور العالم عن الصانع بالاختيار كذلك، هكذا يشعر. وفيه بحث، لماذا؟ لأن عدم تصور التكوين بدون المكون يوجب كون المكون قديما لقدم التكوين، سواء كان الصانع مختارا أو موجبا. نعم، هكذا بحث عصام الدين رحمه الله في حاشيته. نعم، ثم ومنها هنا يقال، ومنها هنا من أين؟ أي مما ذكر من أن الحادث عندهم ما لوجوده بداية والقديم بخلافه. من هذا يعني لأجل ذلك يقال التنصيص على كل جزء من أجزاء العالم إشارة إلى الرد على من زعم قدم بعض الأجزاء كالهيولى. يعني هذا بيان فائدة تصريح المصنف بقوله ولكل جزء من أجزائه، لماذا صرح بهذا؟ لأجل هذا.
وإلا فهم يعني بل من زعم من زعم من هم يعني الفلاسفة وإلا فهم إنما يقولون بقدمها بمعنى عدم المسبوقية بالعدم لا بمعنى عدم تكوينه بالغير وهم يقولون بقدمها يعني بقدم الهيولى هيولى قديم بمعنى عدم المسبوقية بالعدم بهذا المعنى هم قالوا بالقدم لا بمعنى عدم تكوينه بالغير بل هم قالوا أن الهيولى قديم بأي معنى بعدم المسبوقية بالعدم يعني لم يسبقها عدم هذا عندهم يعني قدم يعني ذاتي أما القدم الزماني هذا يعني عدم تكوينه بالغير ثم والحاصل حاصل جواب المصنف يعني أخيرا بعد بيان الإرادات والجواب عنها يفسر يبين شارح خلاصة جواب المصنف وهو تكوينه تعالى للعالم ولكل جزء من أجزائه هكذا ماذا خلاصته أن لا نسلم أنه لا يتصور التكوين بدون وجود المكون بل يتصور التكوين بدون وجود المكون وأن وزانه معه كوزان الضرب مع المضروب هذا لا نسلم بل وزانه ومثاله مع القدرة والمقدور كذلك القدرة مع المقدور كذلك السمع مع المسموع ليس وزانه ومثاله الضرب مع المضروب فإن الضرب صفة إضافية لا يتصور بدون المضافين يعني الضارب والمضروب والتكوين صفة حقيقية هي مبدأ الإضافة ليس الإضافة بل مبدأ الإضافة التي هي إخراج المعدوم الإضافة على إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود لا عينها حتى لو كانت عينها على ما وقع في عبارة المشايخ لكان القول بتحقيقها بدون المكون مكابرة نعم فإذن حتى لو كانت عينها يعني التكوين والتكوين صفة حقيقية هي مبدأ الإضافة التي هي إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود لا عينها يعني التكوين صفة حقيقية لا عين الإضافة صفة حقيقية هي مبدأ الإضافة لا عين الإضافة لو كانت عينها يعني التكوين لو كانت إضافة عين الإضافة على ما وقع في عبارة المشايخ هم قالوا هكذا لكان القول بتحقيقها القول بتحقيق هذه الإضافة يعني بوجود هذه الإضافة حقا في الخارج بدون المكون يكون مكابرة كما يقال الضرب بدون المضروب هل يوجد الضرب بدون المضروب لا كذلك يكون هذا يكون مكابرة وإنكارا للضروري فلا يندفع بما يقال فلا يندفع يعني بما يقال من أن الضرب عرض مستحيل مستحيل البقاء فلا بد لتعلقه بالمفعول ووصول العلم إليه من وجود المفعول معه إذ لو تأخر لنعدم وهو بخلاف فعل الباري فإنه أزلي واجب الدوام يبقى إلى وقت وجود المفعول فلا يندفع بما يقال فلا يندفع بما يقال ماذا أراد به الشارح ذكر الكستلي لما فرغ عن تحقيق جواب المصنف يعني بدأ الشارح ببيان حاصل جواب المصنف وفرغ منه هنا ثم قال فلا يندفع بما يقال ماذا يقال يعني هذا جواب آخر
لبطاله هذا لما فرغ من عن تحقيق جواب المصنف أشار إلى إبطال جواب آخر. ما هو الجواب الآخر؟ تقريره أن أزلية التكوين لا تستلزم أزلية المكون. لماذا؟ لأنه لما كان أزليا مستمرا إلى وجود المكون وترتبه عليه، لم يكن هذا من انفكاك الأثر عن المؤثر وتخلف المعلول عن علته في شيء، ولم يكن كالضرب بلا مضروب والكسر بلا مكسور، وإنما يلزم ذلك لو كان التكوين من الأعراض الغير الباقية. التكوين على مذهب الماتريدية ليست من الأعراض غير الباقية بل صفة حقيقية، فلا يندفع. يعني هذا الجواب جواب المصنف لا يندفع، لا يرد بما يقال. ماذا يقال؟ يعني قيل هنا من جانب الأشاعرة ردا على الماتريدية هذا أن الضرب عرض مستحيل البقاء، فلا بد لتعلقه بالمفعول ووصول العلم إليه من وجود المفعول معه، لذلك ينبغي أن يوجد المضروب الضرب مع المضروب فقط، لا يكون قبله ولا بعده. كذلك التكوين مع المكون لا يكون قبله ولا بعده، إذ لو تأخر لندم هو بخلاف فعل الباري تعالى. لماذا لا يندم؟ لأن فعل الله تعالى ليس مثل الضرب والمضروب، بل فعل الباري تعالى فإنه أزلي واجب الدوام. يعني فعل الباري معناه كما ذكرنا سابقا التكوين هي صفة حقيقية، فعله تعالى صفة حقيقية هي باقية أزلية. ثم واجب الدوام يبقى إلى وقت وجود المفعول، ثم يوجد بعده أيضا بعد المفعول أيضا هذا باق، ليس مثل الضرب ينعدم بعد وجود المضروب ولا يكون قبل وجود المضروب، ليس كذلك. ثم بعده وهو غير المكون عندنا. نعم هذا رد لمذهب البعلي من أن التكوين عين المكون، لذلك هو قال وهو غير المكون. فسنقرأ فيما بعد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.